عمر إسراء إعلامي وفاعل سياسي، جئنا هنا لنندد بالخروج غير الموفق لقناة الشروق الجزائرية التي خرقت كل ضوابط وأخلاقيات مهنة الصحافة، خروج عدائي لا يمكن أبدا أن نعممه على الشعب الجزائري. فالشعب الجزائري والشعب المغربي هما شعبان شقيقان منذ الأزل، أتحدث هنا عن آلاف السنين، أكثر من 8000 سنة، وليس فقط على 12 قرن أو غيرها. إذن نحن والشعب الجزائري شعبان شقيقان، لا يمكن أبدا يعني أن تنطلي علينا هذه الحيلة للنظام الجزائري، أتحدث هنا عن العسكر الجزائري الذي يحاول تصدير أزمته الداخلية وأزمته الاجتماعية الخانقة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.